اهلا بطلبه وطالبات شهاده الدبلوم الفني التجاري وحلقه جديده من برنامجكم مدرسه على الهواء وماده المحاسبه الماليه. قبل كده يمكن احنا اتكلمنا شويه عن تكوين الشركات وازاي نصدر اسهم وازاي يتم الاكتتاب على الاسهم من خلال اقساط زي قسط الاكتتاب او قسط التخصيص او قسط اول واخر. طبعا في حاله من الحالات اللي ممكن تحصل ان البنك يصدر اسهم وبالتالي ممكن يحصل في وقت الاكتتاب زياده في عدد الاسهم اكتر من عدد الاسهم المثقره. دي حالة هنتكلم عليها النهاردة وهناخد عليها تمرينات، لكن طبعا زي ما متعودين معاكم هنعمل ربط ما بين الحالات وبعضها وما بين الجزء الأول اللي احنا اتكلمنا فيه في الأسهم وطريقة التقسيط وفي نفس الوقت في حالة الزيادة. معايا ومعاكم النهاردة الأستاذ عماد صدقي، معلم وخبير مادة المحاسبة بوزارة التربية والتعليم. برحب بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ هشام، وأهلا بأعزائي الطلبة، وإن شاء الله تكون حلقة كويسة تقربوا من النجاح إن شاء الله. استاذ عماد، طبعا مهم جدا في المحاسبه عمليه الربط المستمر اللي احنا بنعملها ان شاء الله كل حلقه من خلال المراجعه وربطه بالموضوع الجديد. موضوعنا النهارده هو في حاله زياده الاكتتاب في اكثر من الاسهم المصدره عن طريق البنك، لكن قبل ده عاوزين نفكر كده الطلبه والطالبات بتكوين الشركات المساهمه. ازاي بيتم تكوين الشركات المساهمه؟ بدايه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. احنا طبعا احنا زي ما حضرتك تعودنا ان احنا لازم ان احنا في طلبه ما حضرتش معانا الحلقات اللي فاتت، فاحنا بنبدا نتكلم على الموضوع اللي فات حتى لو برضو بتمرين حضرتك ان شاء الله نفكر الطلبه بيه، ولكن في بعض المصطلحات او بعض الحاجات اللي في الاول لابد ان الطالب يكون عارفها، وخصوصا ان احنا لسه في بدايات المنهج او في بدايه حلقاتنا، فلازم الطالب يعرف احنا المحاسبه بتاعتنا او منهجنا المحاسبه في شركات الاموال. وشركات الاموال في مجموعه من الابواب، في اول حاجه اللي هي الشركات طبعا المحاسبه على راس المال المملوك وهو شركات المساهمه او الاسهم، وبعد كده في المحاسبة على رأس المال المقترض أو قرض السندات. كل ده مجموعة من الأبواب، ولكن إحنا بداية كلامنا في المحاسبة على رأس المال المملوك وهو الأسهم. ولازم في الأول في بعض الحاجات يا أستاذ هشام لازم نتعرض لها أو نبقى عارفين إزاي نكون شركة مساهمة أو يعني إيه شركة مساهمة، وفي مصطلحات مختلفة لمجموعة من رأس المال. يعني إيه رأس المال المصرح به؟ يعني إيه رأس المال المصدر؟ يعني إيه رأس المال المدفوع؟ في بعض الحاجات اللي هنبدأ نتكلم فيها في مجموعة من النقاط، وبعد كده ان شاء الله يبقى لنا تمرين للمراجعه على الجزء اللي فات قبل ما ننقل على الجزء اللي حضرتك نوهته له في بدايه الحلقه. وطبعا حضرتك زي ما بنقول كده دايما في فروق ما بين راس المال المصدر وراس المال المدفوع، ودي فروق ممكن تكون فروق بسيطه لكن جوهريه في لغه المحاسبه. المحاسبه في الاول وفي الاخر هي لغه، لغه لازم نعرف مفرداتها عشان نعرف نتعامل مع قيود اليوميه مع المحاسبه بشكل عام. بيتم تكوين الشركات المساهمه بطريقه ما يعني ايه شركه مساهمه اصلا، او الشركه المساهمه دي اتكونت ازاي؟ بداية حضرتك أنا نوهنا وقلنا في الحلقة اللي فاتت أنا وحضرتك وآخرون مجموعة من المؤسسين أو إحنا أصحاب فكرة، فأصحاب الفكرة دول اللي هم بيبدأوا هم اللي هيكونوا شركة مساهمة، دول اسمهم المؤسسين. يبقى أول مصطلح الطالب يركز معايا وهو المؤسسين. حضرتك دلوقتي أنا وحضرتك وبدأنا هنعمل شركة مساهمة هناخد تصريح بعشرة مليون جنيه، يبقى إحنا هنشتغل في حدود الليمت بتاعنا هو 10 مليون جنيه. طب حضرتك دلوقتي انا مصرح ليه اشتغل ب 10 مليون جنيه، هل من حقي اشتغل ب 11؟ اكيد يعني لا طبعا اقدر اشتغل ب 11؟ اكيد لا طبعا، انا عندي الحد الاقصى بتاعي هو ال 10 مليون جنيه. تمام، وطبعا احنا مرارا وتكرارا بنقول لو حضرتك معاك تصريح ببناء برج سكني في المنطقه او المدينه او الحي اللي انت قاعد فيه، فانت معاك تصريح ب 10 ادوار، ما ينفعش ابني 11 او 12 والا ابقى اكون مخالف. ولكن انا من حقي ان انا ممكن ابني 8 ابني 9، محدش هيقول لي انت ايه بنيت اقل ليه. يبقى انا كده معايا راس المال المصرح بيه، وده اول حاجه اول مرخص بيه، وهو اللي هو مكتوب فيه الكونتراكت او عقد الشركه، ده اللي هو المرخص بيه. في راس المال المصدر وهو اللي حضرتك احنا خلاص احنا مش هنشتغل ب 10 مليون، هنشتغل ب 8 مليون. طيب انا وحضرتك والاخرون دول احنا اسمنا مؤسسين او اصحاب الفكره. طب اصحاب الفكره دول معهمش غير 6 مليون، وبالتالي هنبدا في حاجه او في مصطلح اخر، وهو ان انا هعمل اكتتاب عام للجمهور، او ان انا معايا هطرح مجموعه من الاسهم في البنك واقول له في اكتتاب عام او الجمهور اللي بره عشان اللي هم المساهمين. وبنقول ان هم في بعض المراجع او بعض اساتذتنا في المحاسبه ما بيفرقش بين مؤسس ومساهم، يعني لما نيجي نعمل قيد اليوميه بيقول المساهمين، وفي شرح القيد بنقول ده اكتتاب المؤسسين او اكتتاب المساهمين. انا كل اللي يعنيني في القصه دي ايه المعالجه المحاسبيه للكلام ده، واحنا قلنا المحاسبه لغه لا يتعرف عليها ولا يعرفها غير المحاسبون. حضرتك دي لغه لاثبات العمليات الماليه
او كل معامل او الترانزاكشنز اللي بتحصل في اي شركه في الدنيا، هذه المجموعه من المعاملات لابد ان انا اثبتها في شكل قيد يوميه وفقا للدبل انتري سيستم او نظريه القيد المزدوج اللي احنا اتعلمناها وهي اساس المحاسبه اللي احنا بدايات قيود اليوميه. وبالتالي لابد ان انا اعرف ازاي الشركه بتتكون من خلال اثبات الكلام ده محاسبيا. ولما اقول اثباته محاسبيا او المعالجه المحاسبيه لابد ان انا اقول ايه هي قيود اليوميه. طيب هنخرج من الموضوع ده قبل ما ناخد التمرين، ان احنا عندنا في راس مال مرخص بيه يا استاذ هشام، وهو راس المال اللي مكتوب في عقد الشركه، في راس مال مصدر اللي انا خلاص انا مش هشتغل بالحد الاقصى، هشتغل باقل. طب راس المال المدفوع وهو الجزء اللي اتدفع، اما الباقي فهو انا بدات اعمل اكتتاب عام للجمهور زي ما هنشوف. وقبل ما نبدا تعالى نرجع للحلقه اللي فاتت واقول لك ايه الاثبات المحاسبي او قيد اليوميه للاكتتاب. وقبل ما نعمل قيد اليوميه احنا بقول للناس اللي اول مره بتسمعنا سواء محاسب غير محاسب او من المهنه او من غير المهنه، بنقول قيد اليوميه هو عباره عن جانب مدين وجانب دائن في هذا الشكل، وبنقول حساب الطرف اللي فوق ده المدين وحساب اخر وهو الطرف الدائن. ده حضرتك اثبات او ده قيد اليوميه، مين الطرف المدين ومين الطرف الدائن. يعني انا دلوقتي هاجي اقول لحضرتك مثلا عند الاكتتاب، يعني انا دلوقتي دفعنا كمؤسسين فلوس، هقول حساب البنك مدين وحساب المؤسسين في الجانب الدائن. طب ليه حضرتك جبت البنك في الجانب المدين او اللي قاعد قدام التلفزيون بيقول بالشكل ده كده ليه البنك مدين وليه المؤسسين دائن؟ هقول لحضرتك لان المؤسسين دفعوا فلوس والبنك كده زاد، وهو من الاصول وفقا للمعادله المحاسبيه الاصول تساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه زي ما قلنا، يبقى البنك في الجانب المدين لانه من الاصول، والاصول لما بتزيد بتبقى مدين. المؤسسين هم دائن ليه؟ عشان هم دفعوا هذا المبلغ. بعد كده هاجي اصدر لهم اسهمهم بقيد واقول المؤسسين في الجانب المدين وحساب راس مال الاسهم في الجانب الدائن. لو حضرتك بصيت على القيد الاولاني ده كده، القيد الاول ده قيد اكتتاب، يعني حضرتك دفعت، وهنا قيد اصدار، يعني حضرتك كده ليك اسهم بمقدار ما دفعته. طب انا قلت عندي فئتين، المؤسسين والجمهور. المؤسسين هم اصحاب الفكره، الجمهور هنسميه المكتتبين في الاسهم. يعني لما اجي حضرتك اعمل قيد اليوميه الخاص بالجمهور نفس القيدين بالظبط، ولكن بقول حساب البنك في الجانب المدين، حساب المكتتبين في الاسهم في الجانب الدائن. ده كده الجمهور او الاكتتاب العام للجمهور اللي بدأ نهيت بيه، بتبدا بيه القيد اللي بعده حساب المكتتبين في الاسهم في الجانب المدين، حساب راس مال الاسهم في الجانب الدائن. ايه يا استاذ اللي اتغير معايا؟ احنا شلنا المؤسسين وحطينا مكانهم المكتتبين. ولو قلنا يا استاذ هشام يعني كمثال مبسط كده قبل ما نبدا في كيفيه المعالجه المحاسبيه او سداد قيمه الاسهم، احنا عندنا حالتين زي ما حضرتك عارف، يا اما دفعه واحده يا اما على اقساط. الكلام اللي احنا قلناه ده هو السداد دفعه واحده. مثلا لو احنا قلنا مع بعض، ده تمرين مبسط الاول للتوضيح اللي انا هقوله، انت طلع بياناتك من خلال الكلام او التمرين اللي انا هقوله لحضرتك شفوي كده. حضرتك هتكتب الارقام زي ما اتعودنا بنطلع بيانات تمريننا ازاي. لما اقول تكونت شركه مساهمه براس مال مرخص به 2 مليون جنيه، يبقى اول معلومه انا شايف حضرتك وانت بتكتب دلوقتي راس المال المرخص به 2 مليون جنيه وراس مال مصدر مليون جنيه، يبقى المعلومه الثانيه راس المال المصدر مليون جنيه. قبل ما نكمل تمريننا بقول لك حضرتك مش شايف غير راس المال المصدر، راس المال المرخص به ده بيبقى موجود في التمرين عشان اعرف لما اجي اعمل قائمه المركز المالي اقول حضرتك كم مترخصتك بكام، حاجه كده زي ريبورت كده. انا بقول انا راس مال مرخص به كان 2 مليون، لكن مفيش اي تعامل مع المرخص به لان انا بتعامل مع راس المال المصدر اللي انا اصدرته. يبقى راس المال المرخص به 2 مليون، راس المال المصدر مليون، بقيمه اسميه للسهم 100 جنيه وتسدد دفعه واحده. يبقى انت حضرتك اول معلومه خدناها راس المال المرخص به 2 مليون هنركنه دلوقتي، راس المال المصدر مليون جنيه، قيمه السهم الاسميه 100 جنيه. طيب السهم يسدد دفعه واحده، يبقى خلاص انا كده الاكتتاب دفعه واحده اللي هي قيود اليوميه اللي احنا خدناها. طيب
وقد اكتتب المؤسسون في 70% من الأسهم وطرحت الباقي للاكتتاب العام للجمهور، والجمهور اكتتب ومفيش أي مشاكل. التمرين بتاعي يتلخص قدام حضرتك في 3 سطور قبل ما نحل. أنا معايا طبعا خلاص احنا عرفنا رأس المال المرخص بيه 2 مليون، ده لما نيجي نعمل قائمة المركز المالي. رأس المال المصدر 1 مليون، القيمة الإسمية للسهم 100 جنيه. طب قيمة السهم 100 جنيه، اوكي ماشي. في بند موجود ده مش موجود في التمرين، عدد الأسهم المصدرة. يعني حضرتك دلوقتي لما نيجي نقول عدد الأسهم المصدرة هتقول لي دي مش موجودة في التمرين، هقول لك ده رأس المال المصدر 1 مليون والقيمة الإسمية 100، يبقى أقسم 1 مليون على 100، يبقى أنا كده الشركة بتاعتي قائمة على 10,000 سهم، يبقى أنا عرفت عدد أسهم الشركة 10,000. اكتتب المؤسسون في 70%، يبقى لو ضربت 10,000 في 70% يبقى في 7,000 سهم، ده حق المؤسسين. طبعا لوجيكلي كده يبقى 30% الباقية للجمهور هتبقى 3,000 سهم. دي كده حضرتك بيانات تمرينك قدامك. أنا عندي 10,000 سهم، المؤسسين هيكتتبوا أو يعمل قيود اليومية ليهم في 7,000 سهم، وبعدين نعمل قيود اليومية للجمهور في 3,000 سهم. تعال نشوف الكلام ده ازاي. البنك مدين المؤسسين في الجانب الدائم. طب المؤسسين اكتتبوا في كام؟ 7,000 سهم في 100، يبقى 700,000 ده اكتتاب المؤسسين. نعمل لهم قيد الإصدار. المؤسسين في الجانب المدين رأس المال الأسهم في الجانب الدائن نفس القيدين اللي أنا كنت كاتبهم دلوقتي، ولكن 7,000 سهم في 10 دول المؤسسين، و 3,000 سهم في 10 دول المكتتبين. طبعا يا أستاذ هشام عشان احنا يعني لسه عندنا شغل وتمارين أخرى، احنا بنقول بس سريعا كده لحد ايه عشان بنراجع للطلبة اللي هم ما حضروش معانا الحلقة اللي فاتت، عشان طبعا احنا لسه عندنا اكتفاء كمان عشان خاطر ياخدوا بالهم من الجزء اللي هو المهم اللي احنا هنتكلم فيه النهارده. ويمكن هنا استاذ عماد برضو اتكلم عن جزء السداد بدفعه واحده، لكن في السداد على اقساط. في عندنا قسط اكتتاب وقسط تخصيص وقسط اول واخير. هناخد تمرين برضو فيما يخص السداد على اقساط. اصدرت احدى الشركات يا استاذ عماد المساهمه 3,000 سهم بقيمه اسميه 20 جنيه، عندي قسط الاكتتاب ب 10 جنيه، وعندي قسط التخصيص ب 6 جنيه، وعندي قسط اول واخير ب 4 جنيه، وتم الاكتتاب في جميع الاسهم المصدره المطلوب قيود اليوميه. ويمكن زي ما استاذ عماد دايما بيقول لكم واحنا بنقرا التمرين ناخد بالنا كويس جدا من الارقام اللي موجوده عندنا. نبتدي كده نحل التمرين كده يا استاذ عماد. تمام، احنا لو حبينا نقرا التمرين برضو مع حضرتك وانا هكتب ورا حضرتك زي تمريننا لما بنطلع التمرين في شكل جيفن كده او معطيات احنا بنتكلم عليها. عدد الاسهم اللي حضرتك اصدرناها، اصدرت احدى الشركات المساهمه 3,000 سهم نقطه، اقف نكتب عدد الاسهم المصدره 3,000، قيمه اسميه للسهم 20 جنيه، تسدد على اقساط 10 جنيه قسط اكتتاب، 6 جنيه قسط تخصيص، 4 جنيه اول واخير. في معلومه مهمه جدا يا استاذ هشام وهي حضرتك اللي هي محور او النقطه الفاصله اللي هتنقلنا الموضوع النهارده، وهو الاكتتاب في اكثر من اسهم مصدره، وتم الاكتتاب في جميع الاسهم المصدره. يعني كده حضرتك بيقول لك مفيش اي مشاكل، انا كده عندي عدد الاسهم اللي انا اكتتبت فيها هو نفس الايه اللي اصدرتها هو اللي اكتتبت فيه بدون زيادات، عشان نبقى عارفين القيود نفسها او معالجه السداد على اقساط ازاي. زي ما استاذ هشام نوه في الاول قلنا الاقساط هي قسط اكتتاب. يعني حضرتك بتروح بدل ما كنت بتدفع ال 100 جنيه في التمرين اللي فات دفعه واحده، لا ده انا بقول لحضرتك عند الاكتتاب جنابك هتروح هتدفع القسط مثلا القيمه الاسميه 20 جنيه هتدفع 10 جنيه على كل سهم وتمشي. حضرتك هنيجي نطلب منك قسط التخصيص تيجي تدفعه، نطلب منك قسط الاول والاخير تيجي تدفعه. كل هذا الكلام او الحدوته اللي احنا بنحكيها دي محاسبيا في شكل ايه؟ برافو عليك، قيود يوميه. طب اي قسط من الاقساط اللي قدامنا ليه قيدين، وعايزك تركز معايا في الشكل اللي احنا هنعمله او عشان نعمل لينك ما بين القيود شكلها في ورقه واحده قدامك عشان تبقى فاهم. عند الاكتتاب كنت بتقول البنك مدين المؤسسين او المكتتبين بيدفعوا حقهم كله مره واحده. المره دي انت لما تروح تدفع، وكلامي بقى على الجمهور انسى بقى المؤسسين دلوقتي، انا بكلمك على شغل على اقساط، بنتكلم في الجمهور اللي هو الاكتتاب العام. حضرتك هتقرا الاعلان هتروح تدفع، اول حاجه هتدفعها قسط اكتتاب. يبقى البنك مدين
بدل المكتتبين ديت هيبقى قسط اكتتاب، لان انت ما دفعتش حقك كامل، انت دفعت قسط. يبقى البنك مدين والقسط دائن، القسط مدين راس المال دائن، يبقى دول اول قيدين لقسط التخصيص، لقسط الاكتتاب. اي قسط بعد كده هي كلمه وتحطها في دماغك كويس لحد ما نخلص شركات المساهمه. اي قسط ليه طلب، قيد طلب وقيد تحصيل، يعني انا هطلبه منك تعالى حضرتك ادفع ليه القسط. اي قسط يطلب يجي في الجانب المدين وراس المال في الجانب الدائن، يبقى لما اجي اطلب قسط التخصيص، قسط التخصيص مدين راس المال في الجانب الدائن. اجي اطلب قسط اول واخير، قسط اول واخير في المدين راس المال في الجانب الدائن. اي قسط يتسدد يا استاذ هشام، البنك مدين والقسط دائن. لو حبينا نعمل الكلام ده في شكل دلوقتي قدامك كده، ادي قيود الايه، هنا قسط الاكتتاب، حساب البنك في الجانب المدين، حساب قسط الاكتتاب في الجانب الدائن، حساب قسط الاكتتاب في الجانب المدين راس مال الاسهم في الجانب الدائن. يبقى كده حضرتك احنا عملنا القيدين بتوع الاكتتاب. يبقى بدل مكان مكان هنا في مؤسس او مكتتب، قلنا قسط اكتتاب لان هنا السداد على اقساط، يبقى انت هنا بتكتتب وانا بصدر لك حقك في الاسهم في حدود قسط الاكتتاب اللي انت دفعته. طيب بعد كده هنيجي قسط التخصيص نطلبه، يبقى القسط مدين. طب لما نيجي نطلب قسط اول، يبقى قسط اول واخير مدين. لما تطلب اي قسط راس المال في الجانب الدائن، راس المال في الجانب الدائن. لما نيجي نسدد القسط، حضرتك انا هحصل منك القسط، يبقى البنك في الجانب المدين وهو قسط التخصيص في الجانب الدائن. وخلي بالك القسط لما يطلب مدين لما يسدد دائن، ده بالكلام ده بالنسبه للتخصيص. طيب بالنسبه لقسط اول واخير نفس الكلام، قسط اول واخير مطلوب راس المال في الجانب الدائن. بعد كده حساب البنك مدين وحساب قسط اول واخير دائن. وارجع لحضرتك يا استاذ هشام بيانات تمريننا عشان حضرتك نقرا التمرين للي لسه داخل او لسه فاتح التلفزيون، عشان خاطر نقول له تمريننا كان بيتكلم في ايه على هذا الموضوع قبل ما ننتقل ان شاء الله للاكتتاب في اكثر من اسهم مصدره. وجهز نفسك الاسئله اللي انا محضرها لك. طيب انا جاهز. عموما احنا برضو نفكركم بالتمرين مره تانية، ويمكن طبعا اللي كان سمعنا ومتابعنا واخد باله كويس جدا ان احنا مطلعين المعطيات، لكن اللي لسه دلوقتي بيشوفنا، اصدرت احدى الشركات المساهمه 3000 سهم بقيمه اسميه 20 جنيه. عندنا الاقساط كالتالي: في قسط اكتتاب ب 10 جنيه، وقسط تخصيص ب 6 جنيه، وقسط اول واخير ب 4 جنيه. وتم الاكتتاب في جميع الاسهم المصدره. وناخد بالنا كويس جدا من الجمله دي، اللي انا عندي الاسهم كلها ال 3000 سهم خلاص تم الاكتتاب فيهم في قسط الاكتتاب. المطلوب قيود اليوميه لهذا التمرين. تمام يا استاذ هشام، كده عندنا ادي عدد الاسهم المصدره زي ما تعودنا، هنطلع بياناتنا عدد الاسهم المصدره 3000 قيمه اسميه 20 10 6 4، وتم الاكتتاب في جميع الاسهم المصدره. قيود اليوميه لاثبات ما تقدم، نشوف حضرتك انا دلوقتي انا هكتب الست قيود يوميه، قيدين بتوع قسط الاكتتاب وقيدين بتوع قسط اول تخصيص واول واخير. طيب حضرتك دلوقتي قبل ما نتكلم في التمرين او قيود اليوميه، العدد 3000 سهم، اوعى تنسى، عشان بلاقي طالب يقول 3000 سهم يضرب في 20 جنيه ويكمل، لا انت بتشتغل كل قسط يعني 3000 سهم في 10، يبقى دي قيود قسط الاكتتاب لان قسط الاكتتاب 10، 3000 سهم في 6 عشان قيود قسط التخصيص، 3000 سهم في 4 دول قيدين بتوع قسط اول واخير. مجرد ان انا هعوض او احط قيود اليوميه اللي احنا اتكلمنا فيها، ولكن بمجموعه من الارقام، وهي مره 3000 في 10 لقيودين قسط الاكتتاب، ومره 3000 في 6 للتخصيص، و3000 في 4 لقيود قسط اول واخير. تعالوا نشوف مع بعض ازاي الكلام ده نطبقه بالارقام في شكل قيود اليوميه كالتالي. ادي حضرتك حساب البنك في الجانب المدين، حساب قسط الاكتتاب في الجانب الدائن. ولما اجي اشرح القيد هيبقى معايا هنا ايه شرح القيد؟ الاكتتاب في، طبعا في طلبه اكتتاب في 3000 سهم قيمه اسميه 20، المفروض شرح القيد قيمه اسميه 20 جنيه بقسط اكتتاب 10 جنيه،
فانا بقول لحضرتك الاكتتاب فيه عشان للتوضيح اهو تبقى فاهم 3000 في 10 تبقى فاهم ان احنا كتبنا هنا 30000 كده ده قيد قصه الاكتتاب. بعد كده لما اجي اصدر لك في حدود هذا المبلغ قصه الاكتتاب في الجانب المدين راس مال الاسهم في الجانب الدائم هنا اصدار. يعني انا كده حضرتك ليك عندنا ما هو قيمته 3000 سهم والقيمه 10 يبقى دي 30000 كده حضرتك احنا عملنا قيود قسط الاكتتاب. طب لما نيجي دلوقتي لقيود التخصيص واول واخير يبقى انا دلوقتي بقول هنطلب قسط التخصيص يا استاذ هشام يبقى قسط التخصيص في الجانب المدين حساب راس مال الاسهم في الجانب الدائم. وبقول للطالب اللي لسه داخل اي قسط بيطلب في الجانب المدين اي قسط بيتحصل من حضرتك يجي في الجانب الدائم. يبقى لما اجي هنا اقول ايه قسط تخصيص مدين راس مال الاسهم دائم ده كده طلب قسط تخصيص عن كام 3000 سهم في 6 اللي هي قيمه قسط التخصيص دول 18000 وبعدين القيد اللي بعده حساب البنك في الجانب المدين حساب قسط تخصيص في الجانب الدائم تحصيل كام 3000 سهم في 6 يبقى 18 وعشان ما نضيعش وقت الطلبه يا استاذ هشام نفس القيدين حساب قسط اول واخير مدين راس المال دائم بس بكام الرقم 3004 ليه عشان قسط الايه الاول والاخير ب 4 وحساب البنك مدين وقسط اول يعني هشيل قسط التخصيص واحط في القيدين اللي فاتوا دول قسط اول واخير ارقامك 3000 سهم برافو عليك مش في 6 ولكن في كام في 4 كده احنا عالجنا. مراجعه سريعه على بدايه تكوين شركات المساهمه السداد دفعه واحده السداد على اقساط خدنا تمرين على الاكتتاب في دفعه واحده ما بين المؤسسين والمكتتبين وتمرين على اقساط عند الاكتتاب العام للجمهور. فضل. يبقى كده احنا خدنا التمرين وعرفنا برضو ايه الاجزاء المهمه جدا ويمكن في كثير من الطلبه عندهم مشكله ما بين المدين والدائن ويمكن استاذ عماد كذا مره شاور على النقطه دي والجزئيه دي وانا بفكركم بيها. المدين دايما بيحصل في حاله من زياده الاصول حاله في زياده الاموال فبالتالي هنا اطراف بقى مدين. عندي الجانب الدائن دايما اللي بيتاخد منه يعني في زياده وفي نقصان دي هتبقى معادله بسيطه وسهله جدا واحنا بنحل قيود اليوميه وهنعرف ازاي بنحط في الجانب المدين والجانب الدائن. يمكن الحاله اللي احنا بنتكلم عليها النهارده تحديدا في حاله الاكتتاب في اكثر من الاسهم المصدره بمعنى انا كنا في التمرين قلنا عندنا 3000 سهم ونفترض في وقت الاكتتاب ساعه لما البنك اصدر الاكتتاب قال يا جماعه احنا هنكتتب من يوم كذا ليوم كذا في الوقت دوت كله بقى 4000 سهم يعني بزياده الاسهم اللي عندي ب 1000 سهم تقريبا. تمام. في الحاله دي ايه اللي بيحصل يا استاذ عماد ويمكن عاوزين برضو نفسر اكتر من حضرتك كده ونخش في قلب الموضوع في تفاصيله هي هل في مده من البنك بيحطها عشان خاطر الجمهور يجي يكتتب ولا الاكتتاب بيتم برضو في الجزئيه دي ازاي بحيث اللي يحصل عندي زياده ما انا ممكن اكتفي ب 3000 سهم فقط لا غير. تمام. دي نخليها بقى ليه للسؤال اللي انا محضره لك ده بعد طيب. ما ايه يعني حضرتك دلوقتي مبدئيا هنتكلم في حاله الاكتتاب في اكثر من الاسهم المصدره وزي ما الاستاذ هشام نوه يعني اكتتاب في اكثر من الاسهم المصدره يعني حضرتك دلوقتي انا اصدرت 3000 وهنمشي على بيانات نفس التمرين مع استاذ هشام يا بنك انا عايز 3000 سهم ادي 3000 سهم اهو الجمهور بيقرا الاعلان وبدايه كده اوعى حضرتك تتخيل ان انا بسيب للبنك 3000 سهم فهو يجي يا استاذ هشام يقول له اتفضل حضرتك عايز 100 سهم انت كتبت ودفعت 200 سهم انا خلصت اقفل الشباك وسلام عليكم. لا انا حضرتك في مده زي ما حضرتك نوهت للاكتتابات انا كبنك بجمع اكتتاباتي في خلال مده معينه محدده بعد مده الاكتتابات ما تخلص اقف اشوف بعد ما اقفل شباكي اقول تعالى انا كده قدامي حق 4000 سهم وهنا تظهر لي حالتين يا استاذ هشام. هنتكلم في الحاله الاولى اولا مبدئيا كده عند الاكتتاب في اكثر من الاسهم المصدره رد الزياده لاصحابها يعني انا الناس اللي جولي انا في 4000 سهم جولي انا دلوقتي محتاج 3 اروح مرجع 1000 سهم للناس وترجيع او رد السهم ده يا استاذ هشام مش زي ما انت متخيل او زي ما اي حد متخيل دلوقتي ان انا باجي اقول لواحد لا حضرتك جيت متاخر اتفضل ال1000 سهم بتوعك. لا
الرد ده عشان هيحصل لي بعد كده في بعض المشاكل اللي احنا نتعرض لها عند الاكتتابات والتاخر وبيع الاسهم المساهمه متاخر. ما احنا معانا في شركات المساهمه او في راس المال المملوك فتره او حلقتين، وده كمان هيأثر كله على تسجيل القيود نفسها يا استاذ عماد. يعني ده المشكله دي لازم عشان خاطر في قانون معين هو ماشيين عليه بشكل معين، في فتره زمنيه معينه للاكتتاب بدايه من يوم كذا نهايه في يوم كذا، فتره الاكتتاب دي بتتم، فاحنا بنشوف عدد الاسهم مع اخر يوم تم الاكتتاب فيه. تمام. فدلوقتي انا مبدئيا بقول لما يجي واحد يسالني طب عند الاكتتاب في اكثر من الاسهم المصدره، هنتكلم كلام كتب ومراجع نقول اه في حالتين نظريا كده قدامك، وبعد كده نبدا نتعامل كل حاله عليها تمارين وارقام، وزي ما استاذ هشام نوه بتختلف في قيود يوميه وفي اختلاف في الارقام، او كل حاجه بقى ليها طريقه معينه في التعامل او في اثبات المحاسبه بتاعها. انا دلوقتي بقول عند الاكتتاب في اكثر من الاسهم المصدره، واحد رد الزياده لاصحابها يبقى كده ده، وهناخد عليها تمرين دلوقتي، او حجز الزياده لسداد الاقساط التاليه. يعني انا احجز عندي الزياده دي لما اجي اطلب من جنابك القسط اللي بعد كده اقول لك لا انت ليك عندي فلوس زياده عند الاكتتاب هخصمها، وكل ده بطريقه معينه في قيود اليوميه. طب انا عايز بس اركز او يعني اعرف اعزائنا الطلاب ازاي بترد الزياده، لان ده في حاجه او في مصطلح كده هتسمعه، او لو حضرتك اخوك قاعد وبيذاكر في الجامعه فهتقول له مثلا والله يعني ايه انا عندي لفظ كده مش عارفه، وتم تخصيص الاسهم او رد الزياده والتوزيع النسبي. ايه التوزيع النسبي ده؟ يعني انا بوزع نسبي ازاي؟ بمنتهى البساطه عشان حضرتك تتخيل معايا الموقف، لو انا معايا زي ما التمرين واستاذ هشام تفضل وقالوا في 3000 سهم تم الاكتتاب في 4000 سهم، انا مش هاجي على مساهم بعينه واقول له ال1000 سهم بتاعتك اهي، لا سي مثلا انا معايا 1000 مساهم وكل واحد مكتتف في عدد معين من الاسهم، لا ده ال1000 مساهم قدامك وبتعمل تخصيص نسبي وبترد لكل واحد. يعني حضرتك سين من الناس مثلا الاستاذ اسامه مثلا ده عن مكتتف في 500 سهم، اقول له معلش يا استاذ اسامه خليها 200 سهم بس بمجرد ايه بنسبه معينه، استاذ هشام مكتتف في 1000 هيبقوا 800 بناء على ايه؟ في نسبه معينه للتخصيص. ممكن نقول لك في التمرين نسبه التخصيص ده انا يعني بكلمك طبعا في نطاق اوسع شويه 3 الى 4. يعني ايه 3 الى 4؟ يعني كل واحد مكتتف في 100 سهم اضرب في 3 على 4 يبقى يتخصص له 75، يبقى نيجي على سين من الناس نقول له انت ليك 100 سهم هيترد لك 25، او بنضرب في عدد الاسهم المكتتف فيها على عدد الاسهم المصدره زي ما نشوف، يبقى كده حضرتك بتعمل رد لكل المساهمين او المكتتبين معاك، وبعد كده نيجي نقول المكتتبين دول معانا وبعد كده انا برد لهم كلهم. هو ده معنى كلمه توزيع او تخصيص نسبه يا استاذ هشام، عشان هتفرق معايا بعد كده في ان ازاي انا هعالج قيود اليوميه. هنشوف تمرين مع حضرتك من تاليف حضرتك طبعا. حضرتك لا هو احنا هنضيف بس يمكن زي ما احنا كده متعودين برضو اللي دايما بيكون معانا التمرين بنحاول نغير في الارقام الخاصه بالتمرين نفسه عشان نعرف الفرق. تمام. في حاله احنا دلوقتي احنا كنا بنشتغل على 3000 سهم، فنتخيل كده لو تم الاكتتاب في 4000 سهم يعني بالزياده، هنقول بقى التمرين اصدرت احدى الشركات المساهمه 3000 سهم بقيمه اسميه 20 جنيه، 10 جنيه قسط اكتتاب، 10 جنيه قسط تخصيص، 4 جنيه اول واخير، وتم الاكتتاب في جميع الاسهم المصدره بزياده 1000 سهم يعني في حدود 4000 سهم. انا معايا دلوقتي 4000 سهم. تمام. هو حضرتك دلوقتي في التمرين هتضيف على الجزء اللي فات، حضرتك قلت تم الاكتتاب في 4، انا بقى مش هوضح بقى للطالب واقول له ايه يعني كده حضرتك عند كل ده مش هيجيله في التمرين بالزبط. هو تمرينه 3000 و4000 هو زياده بقى هو طبعا بدماغه طبعا لازم يفكر انا معايا عدد الاسهم المصدره 3000، عشان كده قلت لحضرتك نركز على جمله مهمه قوي في التمرين اللي فات، وتم الاكتتاب في جميع الاسهم المصدره. ده حلم بالنسبه للطالب، احنا بنحط بيه اسس ومبادئ قيود اليوميه تمشي ازاي، ولكن طبعا التمرين بعد كده كل مشكله حضرتك بنعرض لها بنقول معالجتها ايه، والطالب هيجي في الامتحان التمرين هيجي له خليط من كل الافكار دي. مره حد اكتتب زياده هيجي بعد كده يطلع مساهم متاخر، طب بعد كده نبيع اسهمه، طب ناخد حقنا منه ازاي، طب في علاوه في مصاريف اصدار، في كل الكلام ده احنا بنتعامل معاه تباعا، ولكن في النهايه تمرين اللي هو ان شاء الله في الامتحان او بعد ما نخلص شركات المساهمه نظام ده سؤال اساسي هنيجي بعد كده يبقى في تمرين شامل تقدر تتعامل مع كل جزئيه منفصله بايه على طريق الحلقات اللي احنا بنتكلم فيها. عدد الاسهم المصدره يا استاذ هشام 3000، عدد الاسهم المكتتب فيها ولابد ان نبقى عارفين ان مكتتب فيه اكبر
عشان في سؤال جاي لحضرتك كمان شويه كده، يبقى 4000 ساعه. حضرتك هتستنتج طبعا مش محتاجه يعني ذكاء خارق، اصدرت 3 اكتتبت في 4، يبقى اسهم الزياده هتجيب الاله وتقول 4000 ناقص 3000 تساوي كام؟ 1000 سهم. يبقى كده معايا اسهم مصدره 3، اسهم اكتتب فيها 4، الزياده 1000 سهم. وعلى نفس بيانات تمريننا وهو 10 جنيه اكتتاب، 6 جنيه قسط تخصيص، 4 جنيه اول واخير. معايا برضو استاذ هشام حضرتك دلوقتي، لو انا قلت اول قيد نفس القيود ما عنديش مشكله خالص، ولكن البدايه اهو حساب البنك في الجانب المدين، حساب قسط الاكتتاب في الجانب الدائم. حضرتك نشرح القيد ده، وحضرتك اللي هتقول معايا يا استاذ هشام بقى معلش، لو قلت دلوقتي الاكتتاب فيه انا عندي 3000 سهم مصدر و4 مكتتب فيه، يبقى بالمنطق كده اللي راحوا البنك انا بثبت الاكتشولي اللي حصل، اللي راحوا البنك ودفعوا البنك استلم كام؟ 1000 سهم. استلم طبيعي 4000 سهم بزياده 1000 سهم بس خلاص. يبقى انا عندي الاكتتاب هنا في 4000 سهم. كويس جدا. يبقى لما اجي اعمل القيد الاولاني انا ما قلتش جديد، هو القيد هو حضرتك البنك مدين قسط الاكتتاب ده، لسه ما جتلكش عند نقطه الخلاف اللي هي ايه الجديد عندي. يبقى البنك مدين قسط الاكتتاب في الجانب الدائم، الاكتتاب فيه 4000 سهم. انا بتكلم يا جماعه المحاسبه اثبات المعاملات اللي بتحصل بفهم، وزي ما احنا الحمد لله انت فاهم معلومه فتحاول يعني مش مفيش حفظ، ما عندناش يعني موضوع الحفظ ده خلاص ده كده انتهى.